هي كيمياء. هي كيمياء كلمة بتتقال بتدل على تعقيد الأمور لدرجة إن احنا استصعبنا علم الكيمياء. يعني مثلا جوه جسمك، جوه أعضاء الكائن الحي بيحدث تفاعلات كيميائية. المية دي عبارة عن مركب كيميائي، الأكسجين اللي أنا بتنفسه حاليا مركب كيميائي، السكريات اللي بتدخل جسمي، البروتينات زي اللحوم زي الفراخ، كل دي مركبات كيميائية بتتحول جوه جسمك لمركبات، أو بيحدث تفاعلات جوه جسمك بسبب الأكل اللي دخلك، بسبب المية، بسبب الأكسجين اللي انت تنفسته، وهكذا. بالنسبة لطلبة الثانوية العامة بالذات الصف الأول والثاني الثانوي، أنا عايز أقولك إن انت عشان توصل سنة ثالثة لازم تطلعها سلم، سلمك اللي انت هتحط عليه رجلك بشكل مستقيم أو هتتمايل هي أولى وتانية ثانوي. والله اتأسست في أولى وتانية وده هدفي معاك إن شاء الله، هترتاح في سنة تالتة ثانوي وان شاء الله هوصلك لكليات القمة اللي انت بتحلم بيها. ما انت داخل علمي عشان كليات قمة، صيدلة، طب، هندسة، والكيمياء ما بتوقفش عند ثانوية عامة، بالعكس الكيمياء بتوقف معاك حتى نهاية عمرك مش نهاية كمان الكلية. بالنسبة لنظام شغلنا، نظام شغلنا ان شاء الله بالنسبة لطلبة السنتر، شغلنا على المنصة هنا مكمل للسنتر. يعني بدل ما اجيبك حصة جمعة لا ناخد 5 حصص في الاسبوع، 4 حصص في الاسبوع لا هم حصتين بس بتوع السنتر الى جانب المنصة. بالنسبة طبعا للي حصل السنة اللي فاتت في امتحان الثانوية العامة كان امتحان تعجيزي، فدوري على المنصة هنا ان انا اجيب لك اهم النقاط واهم الاسئلة التعجيزية اللي ممكن تيجي في امتحان الكيمياء بالنسبة للثانوية العامة. ده بالنسبة لطلبة السنتر. بالنسبة لطلبة الاونلاين اللي بعتولي من برا بورسعيد، ان شاء الله شغلي هيكون نازل على المنصة من حيث الحصص، من حيث المراجعات، من حيث الحل الكتير من اكتر من كتاب، والشغل ان شاء الله تفاصيله هتنزل قريب ان شاء الله. انا مستر احمد عبد السلام، بكالوريوس الهندسة قسم الكيمياء النووية، هكون معاكم على منصة المصرية كل ما يخص مادة الكيمياء للثانوية العامة. بالتوفيق للجميع.